السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم. بالنسبه لليوم ان شاء الله غادي نوريكم القنادرات اللي باقين عندي في المحل. وبالنسبه للناس اللي كيسولوا شنو الجديد، اشنو اللي غادي نخدموا، ولا بالاخص الخياطات كيسولوني شنو غنديروا دابا، شنو كاين في الفصل ديال هذا الفصل اللي جاي دابا ديال البرد، اولا بالنسبه حتى لعيد الميلود ان شاء الله، لانه غيجي تقريبا نصف شهر 10 غادي يكون عيد المولد النبوي الشريف ان شاء الله، اولا ذكرى المولد النبوي. الناس ما كيحتفلوش به، ولكن حنا عاداتنا وتقاليدنا ضروري كنحتفلوا بداك النهار، وكنلبسوا فيه حتى هو جلبه جديده وقنادره جديده ولا قطان هكا. المهم غنوريكم القنادرات اللي عندي دابا حاليا، والشيء الاخر كما قلت لكم غنبداو خدامين ضروري على جلبات ان شاء الله. هنا كاينه كانطوره ديال براندا، هذا الموديل هذا ديال راندا كيجي زوين، هاتما الضو كيجيو زوينين، وفيه هكا دريس في الكميمات. هادو دايرين 150 درهم البنات ديال الراندا، كيجي قميص ديال الدار، في اللبسه كيبانو زوينين. هادي طاي كبيره شويه، هادي دوبل اكس، شوفوا الكول ديالها، دريس راندا متقونه، غادي تبان لكم الخدمه، ماشي ديك ديال دقه هنا دقه لهيه. شنو اللي باقي عندي في ديال الراندا؟ الصراحه ديال الراندا عمري ما صورتهم لكم، باش نخدمهم صافي كنحطهم غير هنا هكا كيتباعوا قبل ما كنصورهم. ها هي واحده اخرى ديال راندا، هذه راندا فيها عريضه شويه، وفيها الدريس في الكميمات حتى هو راندا. راندا متقونه، واخا زعما كندوره ماشي غنحقرو ندير هادشي راندا ماشي تالي، حيت كنشوف بعض المرات شي حوايج الا كان زعما عيد الثوب ديال الخيط كيحقرو عليه شويه. المهم راندا متقونه، خدمه زوينه فيها. هادو ديال راندا 150 درهم. نشوف واش بقى شي وحده اخرى، ها هي هادي حتى هي، جات فيها الراندا هكا نص نص، وحده بالموطارد وحده بالبلومارين، والدريس حتى هو جاي بحال هكاك مزوق شويه بلومارين وشويه موطارد بحال هكا. ها هي هادي هادي تلبسها الاكس ال والدوبل. المهم كما قلت لكم كاينه هذه، ها انتم العرض اللي فيها، والثوب مصبن هذا كله البنات الثوب دايراه في المقبل ما تخافوش منه، اللي شربت لها شي حاجه ترجع لي كما شفتوها. المهم هادو ثلاثه يمكن اللي بقاو عندي ديال الراندا، انا نشوف ثاني الا بقى شي شي وحده اخرى كنحطهم الصراحه دغيا كيمشيو. هادو ديال الراندا ما كيبقاوش عندي، لا ما بقاوش ديال الراندا، او هاد ثلاثه البياسات اللي فيهم الراندا ها ما غنحطهم لكم هنا. بالنسبه لهادو الاخرين كاينين هاد الفراشات هادو بحال هكا، هادو 120 درهم، والثوب حتى هو كما قلت لكم كلشي ثوب مصبن كله، ما عرفتش مالو الضو كيبان ليا ناقص. كاين هادي ملي وريت لكم غنحطها هنا، كاين هادو لي بلاستيك هكا بلاستيك والبابيون، كاينين هادو كيجيو بحال الكسيوات كتجي هكا فيها غير هاد الشوشه هادي، هادي طاي ال وفيها الكلاش لتحت، طاي ال هادي كتجي بحال الكسيوه فيها غير هاد الشوشه هادي هنا، وكميم طواكار لوين غزال هذا. المهم اللي عجبتها شي حاجه تسكرينها وتخليها ليا، صيفط عليا في واتساب في النمره اللي غنحط لكم هنا في الفيديو. كاين هاد الموديل حتى هو. بالنسبه للتويبات الناس اللي الجاليه المغربيه اللي على برا ولا شي حاجه اللي بغاو من هاد الثوب حاولوا تاخذوا دابا، لانه بدا تيسالي بدات كتدخل المبره، ما غاديش يبقى هاد الثوب هذا ديال الخيط، حدو هاد الشهر هذا صافي ما غاديش يبقى. يعني اللي عنده شي حاجه دابا عي كيصولدي في التواب مالين الثوب، يعني حنا واخا نبغي نخدمو لك انا ما غاديش نلقى الثوب منين نتقدى، حيت غادي يسالي هاد الخيط، كلشي دابا خدام على المبره. هادو في الصراحه هاد الموديلات اللي كنوريكم راه سبق وحطيتهم لكم في واحد الفيديو وتمشاو كاملين تبارك الله ما شاء الله، وكان عليهم طلب، هادشي علاش عاود زدت منهم وزدت بحالهم، وهادشي راه فيه لي طاي كلهم فيهم طايات من الاس والال، هادي الال هادي حتى هي الال، وتلبسها اكس ال كانت ضعيفه شويه. هادي نفس الموديل ديال ديك الاخرى كيجيو بحال الكسيوات كتجي روميه، قلنا دايره روميه. كاين هادو اللي فيهم السيوره بحال البيضة اللي وريتكم قبيله، وهذه فيها في الاحمر.
الطايات كما قلت لكم راه مختلفين. وبالنسبه للناس ديال كازا جو المحل، مرحبا بكم. مدينة كازا حي مولاي رشيد، اقامه البيضه، كتسلي ستاسيون ديال البيضه، كتهبطي معاه نيشان مع ديك الزنقه اللي فيها ستاسيون، حتى للرومبو دوري هكا على يديك اليمين غتلقاي المحل. هذه هي طاي ال، فيها هذا العقيق هكا. المهم بالنسبه لهاد هاد الموديل هذا اللي فيه العقيق، راه فيه كما قلت لكم الطايات، هذه دوبل اكس، وديك الكرونه اللي وريتكم هذه طاي ال، هذه ال ال هي كتبان هنا في التيكيته، وهذه دوبل اكس ال، وهذه ال ال فيهم الطول وفيهم العرض. كما قلت لكم سكرينو، واللي بغات شي حاجه تصيفط عليا في واتساب اللي غادي نخلي لكم هنا، واللي كانت باغا شي حاجه البنات تسربيو شويه على حسب الخيط اللي باقا دايره في بالها انها تشري الخيط، حيت كما قلت لكم ما غاديش يبقى. هذا هو الشهر الاخر في الخيط ان شاء الله غادي تبدا المبره. هادو الزويقات اللي كاينين، هادي لاستيك والبابيو. هاد الموديل الصراحه كيمشي بزاف وتيجي رومي وزوين في اللبسه خفيف. هادي حتى هي دوبل اكس والاكس ال. كاين هاد الموديل هذا فيه فريفراس هكا في الكمام، كتجيك سيوه ما فيها والو في الصدر، وفيها غير فريفراس في الكمام، كتجيك سيوه هكا ديال الدار ولا كنهدرا روميه. هادي طاي اكس ال ستوندار. وكاين هاد الكري هذا، هادي حتى هي بلاستيك. الشومه بزاف البنات قالوا لي ملي قربي سالي الخيط قولي هالينا، ولا مره ورينا شنو كاين الجديد. بالنسبه اللي كيسولوا عليهم ها صورت لكم دابا شنو كاين. وحاجه اخرى بالنسبه للمطروز، راه شوف الفيديو ديال المطروزين، اللي ما شافتش الفيديو تعاود ترجع للفيديو اللي فيه المطروز، راه لابساهم انا غتشوفوهم ملبوسين فيه. الفيديو قبل من هذا فيه هاد الكلادر مطروزين كاملين. المهم هادشي اللي كاين بالنسبه للكنادرات، واللي تيسول على اشنو غادي يدخل، كما قلت لكم غتدخل دابا المبره، اللي باغي يخدم شي حاجه في المبره، وكنوجدوها كجليبات وخفات ناس بالنسبه لذكرى المولد النبوي. هادشي اللي كاين البنات، وكنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم. الفيديو الجاي ان شاء الله غادي يكون فيه كنظن نقدر نبداو في المبره، على حساب يلاه بدات كتدخل، وبقى ملي كتدخل تفلو كيكون باقي شويه الثمن طالع، وباقي يعني كلشي باقي تالف، ما عارفينش الموديلات اللي غنخدمو شنو اللي غادي يكون فيها. هاد الهضره هادي موجهه للناس اللي كيصيفطوا ليا ميساجات للخياطات، اشنو غادي نخدمو، شنو غادي نخيطو، شنو غنديرو. تفكروا شي حاجه جديده من راسكم، لان شحال ما كان عندك الجديد شحال ما كتخدمي كثر، يعني ما تكونش شي حاجه اللي كنقولوا حنا مطليه في السوق اولا يعني عامره في اليوتيوب ولا شي حاجه، تكون عندك واحد الاختلاف، كنقولوا خالف تعرف. المهم هادشي اللي كاين البنات بالنسبه لينا حنا، يعني حنا هادشي اللي كاين. الا كنتي غتوجدي شي حاجه للعيد راه هو هذاك، ما كانش يعني هاد الوقيته كتكون شويه واقفه يعني الخدمه، كلشي كيبدا يوجد، كلشي كيوجد. بالنسبه للبيع الا كنتي غتشري ما غتقدريش تشري دابا بياسه سخونه لانه باقا شويه الحال، ولا بغيتي تشري ثاني ما غتشريش بارده لان غتلبسيها شويه وغتحطيها صافي، يعني كتقولي جاي البرد. هادشي علاش هاد الوقيته تتكون شويه واقفه، ولكن انت ما خاصكش توقفي. بالنسبه للخياطه توجدي شي حاجه اللي غتوجديها للعيد اولا غتوجديها للبرد. كنتمنى نكون جاوبت على كاع الاسئله اللي كتجيني في الواتساب وحتى في التعاليق.